نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا على الأيام لم يشبي. ربي حنانيك، ربي حنانيك، فاكتبها وخذ بيدي كي يهتف القلب، كي يهتف القلب يا فوزي ويا طربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله والحب وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المكرمة، وفي هذا المسار نستضيف أخوة أحبة لنا من ولاية بوركينا فاسو، سيشرفونا بإذن الواحد الأحد في هذه الحلقة، ونختبر مشاعرهم ونأخذ مشاعرهم وهم عندما حطوا رحالهم في هذه الأرض المقدسة. حياكم الله يا مشايخ، تفضلوا. حياكم الله. حياكم الله. ما شاء الله تبارك الله، تفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل شيخنا، شرمكم الله. ما شاء الله. ما شاء الله. حياكم الله، تشرفنا بكم يعني. الله يسلمك. زارتنا البركة. الله يسلمك. شرمكم الله وبيكم. آمين يا رب. نرحب بكم. ما شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بواسع فضله يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين. نتعرف عليكم في البداية، تفضل شيخنا. أخوك محمد حمد جلو. ما شاء الله. من دولة بوركينا فاسو. ما شاء الله، حياك الله شيخنا محمد. حياك الله. تفضل شيخ. أخوكم باري صديقي حسيني عبد السلام من بوركينا فاسو. ما شاء الله باري. نعم باري. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيكم. آمين يا رب. شيخنا محمد وشيخنا باري. ما شاء الله. حياكم الله. الله يحييك. إحنا في هذا البرنامج نختبر المشاعر. ما شاء الله. وحقيقة من أول المشاعر اللي ودنا نختبرها معكم شيخ محمد، وهي أول مرة عندما قدمت إلى هذه البلدة المطهرة ورأت يعني عيناك باب الحرم الشريف، وأنت تدخل من هذا الباب، ما هي تلك المشاعر التي سوف تحكيها لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. نشكركم على حسن الاستضافة. بارك الله فيكم. في قناتكم المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم رب. فطبعا شعوري حقيقة شعور لا يوصف. سبحان الله. شعور أي مسلم. السلام. يفد إلى هذه البقعة المباركة. وينظر إلى هذه الكعبة المشرفة يشعر بالهيبة الله والعظمة الله أكبر، ويحمد الله عز وجل الحمد لله أن أختاره الله عز وجل لرؤية هذه الكعبة من بين الملايين من البشر. الله أكبر. فحقيقة يعني مهما الإنسان قال وعبر فلا يستطيع أن يصف شعوره. الله أكبر. الله أكبر. يعني أنت اتفقت مع كثير من الضيوف اللي قالوا لا يوصف فعليا. نقول الشيخ باري يعني بعد أن ننتقل من الشيخ محمد، إحنا بس ننتقل معك أعمق إلى نقطة أعمق. عندما دخلت ورأيت الكعبة، يعني ذاك شعور عند باب المسجد، فكيف شعورك وأنت لأول مرة تقع عينك على الكعبة؟
التي ممكن كنت تراها في افتراضيا يعني. حدثنا عن ذلك الشعور وتلك المشاعر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. فيلا نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر للقائمين على هذا البرنامج الطيب. بارك الله، ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق. آمين. والسداد. آمين. فيلا عندما تريد أن توصف هذا الشعور فالعبارات ربما تعجز التعبير عنها، الله أكبر. ربما تسبق الدموع من مغلبتيك لهذا الموقف. لأول مرة تكون جنب الحرم، بيت الله الحرام، الله أكبر. فمهما حاولت تصف فإنك سترجع إلى ذلك الوقت الذي اشتهى خلال هذه الرؤيا. ففعلا كانت الدموع، بس هذا الذي أستطيع أن أصف بكل اختصار. تسيل الدموع وما تعرف لعل روحانية كبيرة في جسمك، ما تستطيع تمتلك نفسك إلا بكاء بس يعني. أنت شيخ باري كنت تبكي ودموعك تنهمر شوقا أم حبا أم يعني، ما هي الكلمة التي ممكن تصف هذا الشعور؟ من الصعب أن تصف بكلمة واحدة، السلام. لأن فيه الشوق وفيه الحب وفيه التقدير وفي منة من الله سبحانه وتعالى أن اختارك من بين 20 ملايين من دولة بوركينا فاسو لتكون من الذين يرون هذا البيت ويقفون جنبه، ربما تصل إليه يداك إن شاء الله. فهذه نعمة كبرى لا تستطيع أن تصف، وما كنت تتوقع يوما أنك تجد نفسك في هذه البقعة الطيبة المباركة. لا إله إلا الله، جزاكم الله خير على هذه المشاعر. آمين يا رب. وإحنا في كل حلقة نطلع بخلطة يعني من المشاعر، واليوم مشاعر فيها عظمة وفيها هيبة وفيها حب وفيها شوق. سبحان الله، كل حلقة نطلع بجزء يعني بجزء من المشاعر عظيم. هذا البيت لا تنتهي معه المشاعر. لكن شيخنا يعني حدثنا يعني عن مشاعرك وأنت تعيش في مكة المكرمة، وإيش انطباع أهل مالي عنك؟ ماذا يرونك يعني كشيخ يعني في بوركينا فاسو؟ ماذا يرون الشيخ محمد وهو في مكة المكرمة يعني دخلها وجلس فيها وجاور بيت الله الحرام؟ هل هناك مشاعر متصلة بين بوركينا فاسو وبين مكة؟ نعم نعم، حقيقة فعلا الناس يغبطونني. سبحان الله. نعم يعني يغبطونني ويتمنون أن لو كانوا يعني معي ويشاركونني هذا الجوار. الله أكبر. الحمد لله كما قلت، يعني حقيقة اختارني الله عز وجل، سبحان الله، من 1,600,000,000 مسلم. الله أكبر. واختارني من بينهم ويعني جعلني أعيش في هذا البلد. الله أكبر. فعندما خاصة أتصل بالأقارب ويعني حتى من شدة يعني فرحهم ومن شدة شوقهم لمكة بعضهم يبكي بالاتصال. 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 وحتى يعني وأنا أتواصل معهم بالواتساب كل مرة صور لنا مكة كعبة. الله أكبر. يعني حتى أن الصور يتداولونها بينهم. لا إله إلا الله. أيوة. ويفتخرون أن يعني أن لهم يعني قريب لهم جالس أو يعيش في مكة. سبحان الله. يفتخرون. وهذه يعني حتى ترفع من مكانتهم. سبحان الله. نعم. يعني الفخر صار ليس بنسب، إنما بالجوار. نعم بالجوار. إنه عندنا قريب مجاور. مجاور للكعبة المشرفة. يا سلام. حقيقة يعني. يعني أمثلة كثيرة كثيرة جدا يعني سبحان الله. يعني هذا الشيء يعني هم أحسوا بقيمة هذه الكعبة لأنهم بعيدين. الله أكبر. فعلا فعلا يعني يعني نظرة الناس في بوركينا فاسو بصفة عامة للمجاورين لهذه الكعبة نظرة مختلفة تماما، وإجلالهم وتقديرهم لهذا الشخص المجاور ربما أكثر من أي مسؤول في البلد. الله أكبر. الله أكبر. جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الله. والله يا شيخ باري يعني ننقل مشاعر الشيخ محمد إليك. ما شاء الله. ولكن
نحن سوف نسألك يعني هذا السؤال ونخرج إلى فاصل حتى يعني تأتي لنا بالطفخة المناسبة. ما شاء الله. لمشاعر حقيقة. أول رمضان لك كان في مكة. نعم. بعد يعني أن أتيت من بوركينا فاسو، أكيد أنت قضيت رمضان ها هناك. نعم. ولك رمضان ها هنا. نعم. فودنا صراحة تفكر لنا في مشاعر هذه على نار هادئة. نعم. حتى نخرج إلى الفاصل ونرجع إليك إن شاء الله. إن شاء الله. أيها الأحبة المشاهدون، فاصل قصير ونرجع إلى الأحبة من بوركينا فاسو حتى نتذوق معهم مشاعرهم لأول رمضان يقضونه في مكة المكرمة. فاصل ونتصل. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع تذوق المشاعر الرمضانية لإخواننا الذين زارونا في هذه الحلقة الطيبة من بوركينا فاسو. حياكم الله من جديد. حياك الله. حياك الله. اشرفنا بكم حقيقة الليلة، ويعني حديث شيق معكم حقيقة. ما شاء الله. يعني وقفنا عند الشيخ باري. نعم. أكيد جهزت لنا يعني طعما جميلا. ما شاء الله. مشاعر رمضانك الأول. ما شاء الله. فحدثنا عن هذا رمضان. في الحقيقة شعوري في رمضان الأول في مكة المكرمة كان في الحقيقة مليئة بالشوق والذكريات لا أكاد أنساها في حياتي أبدا. سبحان الله. فأنا كنت أخرج من سكن الجامعي. ما شاء الله. مع زملاء من الساعة 3 تقريبا. نعم. ونكون في الحرم ننتظر الإفطار، ثم بعدين نجلس ونصلي المغرب ثم العشاء والتراويح ثم نرجع. ولكن استوقفتني مواقف منها. يا سلام. من هذه المواقف، أولا أنك عندما تصل في الحرم يكون هناك عدم التفرقة بين الجنسيات، فكلنا على سواسية، فيجلس بجنبك واحد من إندونيسيا وآخر من سريلانكا وآخر من أوروبا وآخر من، فتشعر بمعنى الأخوة الإسلامية التي كنا نقرأها في الكتب، تشعر بأن الواقع التطبيقي يوجد في هذا المكان. يعني كأنها مجسدة. كأنها مجسدة تطبيقيا في هذا المكان. الله أكبر. ويعجبني أنني كنت أفطر بالتمر وحيث أو الخبز أو شيء بسيط، وما أجد حتى اليوم اللذة التي كنت أجد في هذا الطعام ما أجدها في أي طعام في العالم. الله أكبر. فكنت أفطر مع التمرات وعندك قهوة وعندك حيث أو ما أدري اسم سمولي. نعم حيث. ولكن لما تأكله وتخرج برا وتشتري كيس سمول بريال ما تكاد تستطيع تأكل ولا حبة واحدة، فهي روحانية قوية جدا. سبحان الله. واستوقفتني أيضا موقف التنظيم داخل الحرم وخارج الحرم. سلام. أيام وقت الإفطار تشوف الناس جمعيات الإسلامية. سلام. والمؤسسات الإسلامية والشخصيات التي تحب فيها الخير، كل واحد بجهد يحرس، فذاك يقدم لك وجبة غذائية، وذلك رغم أنه ما عنده إمكانية أو ليس عنده ترخيص للطبخ أو للتجهيز الوجبة، فيعطيك بزمزم ويعطيك، ربما أنت أقل منه سنا، ربما أنت أقل منه قيمة اجتماعية، ولكن يأتيك بزمزم يقول تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ. الله أكبر. فهذا ما تجده في أي مكان. التواضع. فهذا منتهى التواضع. ثم ندخل أيضا في صلاة وتجد كل الناس والأئمة التي كنت تسمع أشيرتهم وأنت في بلدك. الله. وتسمع وتقف وراءهم وتسمع منهم هم يقرؤون. يا سلام. فهي مواقف عظيمة لا نستطيع أن نصفها بكلمات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم الأمن والأمان. آمين. في هذا البلد الأمين. الله يبارك. ما شاء الله تبارك. ولعلي شيخ محمد يعني أنقل المشاعر إليك، يعني وأنت في رمضان يعني ما شاء الله لك في العمل الخيري سنين عددا عم تقبل الله منا ومنكم. آمين يا رب. لكن إيش رأيك في العمل في مكة في العشر الأواخر؟ هل هذا يقدر بثمن؟ ما هي مشاعرك وأنت ما شاء الله تعمل في مكة وخاصة في العشر الأواخر؟ حدثنا عنها. حقيقة يعني عندما تأتي العشر الأواخر ويبدأ العد التنازل،
يعني تشعر بفرح وحزن. فرح انه يعني حقيقه هي العشر المباركات سبحان الله، وفيها ليله خير من الف شهر سبحان الله، فيها ليله القدر وفيها الاعتكاف والناس يتسارعون ويتسابقون، كل شخص يقدم ضعف ما قدمه خلال العشرين الأيام الماضية. الله أكبر. وتشعر بحزن لأنك قاربت على أو قارب الشهر على الرحيل سبحان الله. حقيقة هذه العشرة تجد الجمعيات الخيرية تجتهد وتنافس وتعطي أضعاف ما لديها. الله أكبر. على سبيل المثال يعني بعض الجمعيات تجد يقدمون مثلا الأيام من العشرين الأيام الماضية الأولى في رمضان، نعم، يقدمون مثلا وجبات 3000-4000 وجبة، بينما لما تأتي العشرة يقدمون ضعف ضعف ضعف. لا إله إلا الله. نعم. تجد يعني الأبواب، أبواب الجمعيات مفتوح 24 ساعة سبحان الله، وتجد المحسنين يتسابقون هذه الجمعيات. يعني حتى الأفراد تقصد، يعني مو بس المؤسسات. نعم. الأفراد، نعم، أفراد، الكل الكل يعطي بسخاء، الكل يشارك، الكل يعني الاتصالات على هذه الجمعيات 24 ساعة، والكل يريد أن يدرك ما بقي سبحان الله. لذلك تجد الأمور أو الأعمال الخيرية مضاعفة. مهما يعني وصفت لك، يعني حقيقة لا أستطيع أن أصف لك من الأعمال الجليلة التي تقوم بها هذه الجمعيات. حقيقة نحن في مكة نسأل الله عز وجل حقيقة، آمين، وهذا فخر لهذه الدولة. الله أكبر. في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، اللهم آمين، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، نعم، ولي العهد، حقيقة الله يحفظهم جميعا، آمين جميعا. حقيقة هذه الدولة لم تدخر جهد، يعني لم يعني تألو جهد، لم تألو جهدا إلا يعني وسخرت كل ما لديها ودعمت هذه الجمعيات. الله. دعم مادي، دعم معنوي، فجزاهم الله خير. والله شدني في كلامك، يعني وحتى الشيخ باري ممكن يعني يحدثنا عن النقطة اللي ذكرتها وهو أشار إليها، قضية التنظيم، وهل هذا يؤثر في مشاعر المسلمين الذين يأتون مثلا من الخارج؟ الشيخ باري، هل ترى أنه عامل مهم؟ زي ما ذكر الشيخ، يعني دولتنا ما قصرت في هذا الجانب، لكن من جانب مشاعري، هل ترى أنه تنظيم يؤثر على مشاعر المسلم في بيت الله عز وجل وفي مكة المكرمة؟ فعلا أكيد أن هذا الأمل الخيري رباني مؤثر وفعال في نفوس الزائرين والمؤتمرين سبحان الله. فكل واحد يأتي في مكة وينقل صورة، الله، فأجمل صورة ينقلونها ويحاولون تطبيقه عند رجوعهم هو هذا نفس الشيء. فعندما ترجع يقول بعض الأغنياء الذي أنا كنت معهم أيام رمضان، يقول أنا إن شاء الله إذا رجعت أحاول قدر المستطاع أنجز ما أقدره مثل ما يفعلون. فبدأ يقدم، كان يقدم ابتداء من 60 سلة غذائية، والآن يقدم أكثر من 1000 سلة غذائية. لا إله إلا الله. يقدم أكثر من 1000 سلة غذائية. الله أكبر. فصار هناك تنسيق مع الجمعيات وينقلون الصورة الجميلة الموجودة في السعودية إلى تلك البلدان. الله أكبر. نعم. والله يعني إحنا في نصف دقيقة يعني، نعم، شيخ محمد، كلمة تقولها لمكة، لو قلنا لك في نصف دقيقة ماذا تقول لمكة ولأهل مكة؟ والله حقيقة أقول لأهل مكة هنيئا لكم. الله يبارك. هنيئا لكم السكنة، الحمد لله، حقيقة ومجاورة هذه الكعبة، فأنتم يعني حقيقة في خير، الحمد، وفي نعمة، الحمد، يعني يكفي أن الله عز وجل أختاركم من بين
600 الله مليون الله وجعلكم في هذه البقعة المباركة. فحقيقة يعني لابد من الإنسان أن يحمد الله عز وجل، خاصة أهل مكة. الله أكبر. والله إنهم في نعمة في نعمة في نعمة في نعمة. الحمد لله. أتمنى كثير حقيقة يعني يوجد في بوركينا فاسو أناس يتمنون أنهم يدفعون كل ما لديهم كل ما لديهم الله أكبر من أجل أنهم يجاوروا هذا البيت. الله أكبر. لو أتيحت لهم الفرصة يتركون حتى ماشي. لو يضحي بجميع أمواله. الله أكبر. فسبحان الله. الله يبارك هذه فرصة. الله يبارك فيه. كلمته الشيخ بارك. إن شاء الله. فنحن نقول لأهل مكة هنيا لكم أن الله اختاركم للإقامة والسكنة لهذا البلد الطيبة. فهي نعمة كبرى. في الحقيقة لا يدعيها نعمة أخرى أيضا. الله أكبر. صراحة. ولكن الإنسان الذي ترغب في النعمة ربما لا تعرف قيمتها حقيقه قيمتها. الله اكبر. فنحن الذين وفدنا من خارج نعرف هذه القيمه. الله اكبر. لان ما اكرام الله سبحانه وتعالى لهذه البلده. فحتى الحاج الذي ياتي من بوركينا فاسو حاجا ويرجع سيتغير كيف نقول قيمته الاجتماعيه او صفاته الاجتماعيه تغير عندما يرجع. الله اكبر. لانه عندما يرجع حتى اللبس يتغير، حتى في المواسم هو مقدم على غير الذي لم يهوج، وفي وصوله يقام له حفلات حفلات كبرى ويستقبلونه بمجرد أنه حاج. لا إله إلا الله. ويصبح كلامه مسموعا في مجتمعه لأنه حاج، بل يصبح له اسما آخر يضاف على اسمه أنه الحاج. الله. وهذا الاسم يعتبر وسام، أعلى وسام عندنا في بوركينا كمسلم. الله. عندما يعطونك هذا الوسام أنك الحاج فلان فأنك يعني في نعمة كبرى. فهذا الذي جاء من بوركينا اكتسب هذه الكرامة والتقدير بشرف البيت وبشرف هذا المكان. الله. فما بالك أنت الذي تجلس من أبناء المنطقة ومن جيرانها. فعلينا جميعا أن نحاول نحفظ على هذه النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يداوم هذه النعمة، فهي نعمة كبرى يعني. الله يبارك فيكم. آمين يعني يا رب. يقول هم آمين يا رب. إن من البيان إلى سحرة، وإن شاء الله هذا من السحر الحلال، يعني سحرتمونا ببيانكم وبكلامكم وهذه المشاعر الفياضة الصادقة. أيها الأحبة في الله، الحديث في برنامج المكرمة وفي مسار حقيقة هذا المسار الجميل نستضيف فيه أحبتنا من كل الجاليات الإسلامية على مستوى العالم لا ينتهي. انتظرونا في حلقات أخرى طيبة مباركة، إلى أن نلقاكم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أساء. وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال، كالكون زينه الهلال.